بيشرفني وبيسعدني اني اكون راعي حفل تكريم ابناء المهندسين المتميزين في الجامعات الهندسية، وهذا الشيء ليس غريبا على نقابة المهندسين. دائما نقابة المهندسين فعالياتها كبيرة، وبس هي الفعالية تكريم أبناء المهندسين المتفوقين هي أول مرة بتصير بنقابة المهندسين وبفرع دمشق حصرا، قامت فيها لجنة المهندسات السوريات مشكورين. الحقيقة المناسبة كتير عظيمة وهامة ولفتة كريمة، ولا شك طبعا لجنة المهندسات السوريات لجنة خلاقة بهالفكرة هي اللي نحن اليوم شفناها على أرض الواقع، هو تكريم الطلاب الأوائل من كليات الهندسة. طبعا نشكر كمان نقابة المهندسين إن كان المركزية وكان نقابة فرع دمشق على الاهتمام هذا الكبير وتخصيص مكافآت لهالطلاب وتشجيعهم. أول مرة بنتخذ هيك مناسبة بمناسبة تكريم المهندسين، بس احنا متفوقين عم نكرمهم كل سنة، بنكرم المتفوقين ابناء المهندسين بالثانويه العامه والاعداديه. السنه اخذنا خطوه كبدايه انه الاوائل على كليات الهندسه كونه راح يكونوا كوادر من كوادرنا راح نكرمهم، وهذا التكريم هو جزء من تشجيعهم للمستقبل، ونكون تقريبا جواز سفر لهم من حيث الدورات، من حيث الاتصال بالشركات، من حيث الاتصال بكل المحلات. لازم نحن نتواصل مع جميع المهندسين في اماكنهم كافه بجميع شرائحهم باي مكان متواجدين فيه. فاجتمع مجلس الفرع عدة مرات، وآخر مرة قرر أنه يوجه الزملاء المشرفين من المجلس على اللجان أنه يروحوا يحطوا هذا التوجه قيد التنفيذ. فطالعتنا لجنة المرأة السورية مشكورة طبعا من خلال المشرف عليها باقتراح أنه يكون التوجه الأول أو الاتجاه الأول باتجاه الطلاب المتخرجين حديثا أو لقيد التخرج المتفوقين، لحتى يكون أول ما نستهدفه من خلال الشرائح المهندسين اللي بنكون موجودين. فطلعت هاي الاحتفال. طبعا هذا التكريم أنا والله حرصت على أنه نحضره وندعمه، كونه يعني هذه الظروف التي نمر بها نحن نخلق الكثير مع طلابنا، واليوم لدينا قصص نجاح كبيرة برا، وهذا أحد وسائل الدعم من قبل نقابة المهندسين السوريين التي فعلا يعني نحن إذا ما تعاوننا مع بعض سوية، يعني إن كان التدريس الأكاديمي والعمل المهني، للخروج بطلابنا أو بمهندسينا إلى نطاق العمل المهني. هاي الفعالية كتير عطيناها من قلبنا ومن جهدنا شيء، لأن لأول مرة فعلا، وقد تصبح تقليد سنوي، لأنه النجاح والتفوق سهل، بس المحافظة على التفوق والتميز أكيد مش سهل. فلحنا هاي مثل ما بيقولوا القامات العلمية، إن شاء الله حتصير قامات، كونه خطط أول خطوة بتميز، فهي حكما حتكون في العمل المهني في المستقبل من القامات اللي بتفتخر فيها سوريا. ابني تفوق بالثانوية العامة وكان مجموعه يعني بيسمح له يدخل أي فرع، فهو يعني حب أنه يمشي على خطاي، فدخل هندسة مدني، ساعدنا كتير، فهو يعني من متفوقين، فتفوق وكان الأول على دفعة العام الماضي 2022. حقيقة كان هي بادرة التكريم من قبل النقابة بادرة كتير حلوة، لأول مرة بتصير يعني إنه هالمهندسين إنه يكون في يعني جهة ترعالهم هالتفوق تبعهم أو وتكرمهم. يعني هو التكريم أكيد معنوي حيكون أكثر من مادي، يعني كتير للمهندسين نقابته عم تكرمه، فكتير شيء حلو.